وان شاء الله باذن الله النهارده هيكون اول اونلاين سيشن لجريد 11، وهناخد ان شاء الله ماس. هنعمل ريفيجن سريعه على الليمتس. الليمتس هو ذا فيرست ال او ان سمستر 2 اللي هو ال او 6، تمام؟ فتعالى نعمل ريفيجن سريعه على الليمتس. الاول هنتكلم كلام شفوي. احنا قلنا ان الليمتس بشكل عام، بتطلع لي 3 types of values، إما defined value اللي هي قيمة معرفة، يعني من الآخر يطلع value بالدايركت substitute، تطلع value 0, 1/2, -7، ودي بتبقى هي قيمة الليمت. وطبعا المسافة دي يعني مش كبيرة ونادرة، لأنها سهلة، مش هيجيب لك ليمت تطلع من البداية من الدايركت substitute تطلع value، هو كده عايزني أشتغل. نيجي هنا لبقية الـ two types من الـ values، احنا قلنا الـ defined value وفي undefined value. undefined value يعني direct substitute طلع لي في النوميريتور number non equal 0، وفي denominator طلع 0, 1/0, 2/0, -3/0، ودي بتبقى undefined value، والليمت هنا not exist، مفيش ليمت أصلا، ما دام الـ direct substitute طلع undefined value. الثيرد تايب عندي، النوع الثالث وهو طبعا الاكثر شهره واللي بيجي على اللي هو اللي في الشغل كله في الليمت، اني تطلع معايا indeterminate او unspecified value اللي هي بتبقى بالدايركت سبستيتيوت عندي ايه؟ عندي 0/0. الدايركت سبستيتيوت طلع النوميريتور ب 0 والنوميريتور برضه ب 0، او طلع infinity over infinity، دي برضو indeterminate او unspecified value، او طلع infinity minus infinity، او طلع 1/infinity. كل ال values دول indeterminate value او unspecified value، فاحنا بنضطر نشتغل عليهم بقوانين الليمت. تعال نشوف او نعمل revision سريع على ايه القوانين اللي خدناها في الليمت، او ايه الحاجات اللي لما directly substitute يطلع indeterminate value اتصرف ازاي. في اكثر من طريقه للتصرف على حسب المساله. نشوف هنا example number 1، ومع اول طريقه للتصرف في الليمت اللي هي الفاكتورينج، التحليل. بنعمل فاكتورينج للنوميريتور وفاكتورينج للدينوميتور، او اللي فيهم قابل ان هو يعملوا فاكتورينج، وبنحاول نعمل simple find او eliminate حذف للزيرو فاكتور. مين الزيرو فاكتور؟ الفاكتور القوس الارك اللي التعويض فيه بيدي زيرو. وده عرفه ازاي؟ لو احنا خدنا هنا الاكزامبل نمبر 1، الاكزامبل نمبر 1 بيقول لي find the limit x cube plus 27 over x square plus x minus 6 when x approach to minus 3. طبعا احنا لو خدنا الماينس 3 وعملنا دايركت سبستيتيوت هيدينا 0/0، يبقى دي هتطلعها انديترمنت فاليو. هنضطر نتصرف، ازاي؟ هنا التصرف هنا بالفاكتورينج. مين الزيرو فاكتور اللي احنا عايزين نحسبه؟ ممكن نعرفه قبل ما نعمل فاكتورينج اصلا. النمبر دوت لو دخل جوه الاكس ماينس 3، لو راح الناحيه الثانيه ناقل الايكويشن هيروح بالبوزيتيف، يبقى اكس بلس 3 هو اللي احنا عايزين نحسبه. هو اللي عايزين نعمله elimination x plus 3، كاني بدخل النمبر which x approach to، دخلته جوه البوزيتيف ساين هيبقى x plus 3. يبقى احنا عايزين نحذف x plus 3 من قيمه الليمت دي فوق وتحت علشان ما تطلعش 0/0. هنعمل كده ازاي؟ بالفاكتورينج. لو احنا بصينا فوق هنلاقي ان فوق الفاليو اللي فوق دول the sum of 2 cubic، بتكون مكعبين، ممكن نحللها. بنعمل 2 arcs، اسف كده ال 2 كيوبيك، هنا اكس سكوير، هنا اكس كيوب هتبقى اكس بلس، وال 27 هتبقى 3. بنعمل هنا سكوير تبقى اكس سكوير، والنمبر ده سكوير فيبقى بوزيتيف 9، والميد ترم هنا بياخد اوبزيت ساين فياخد ماينس، ونضرب الاثنين دول في بعض يبقى 3 اكس. احنا
احنا كده عملنا فاكتورنج للنوميريتور. طب الدينوميريتور ليه فاكتورنج هو كمان ولا لا؟ اكس سكوير بلس اكس ماينس 6 ممكن نعمل له فاكتورنج هو كمان دول 3 تيرمز مقدار ثلاثي الاكس سكوير تبقى اكس واكس والماينس هنا واحده ماينس واحده بوزيتيف وال6 2 تايمز 3 والسبتراكشن بتاعهم اللي كان يديك 1 يبقى 2 ماينس 3 طبعا النمبر الاكبر بياخد الميد ساين شرط الاوسط يعني يبقى هنا 3 وهنا 2 وهنا بنلاحظ ان ظهر لنا الكومن فاكتور اللي هو زيرو فاكتور فوق وتحت اللي احنا هنعمله اليميشن اللي هو اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 فيفضل لي فوق اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 9 اما تحت هيفضل لي اكس ماينس 2 القيمه دي اعمل فيها سبستيتيوت بالنظر اللي قالوا لي في البدايه وطبعا الفاليو مش هيطلع فيه اوفر زيرو لان احنا عملنا اليميشن اصلا زيرو فاكتور. يلا نعمل سبستيتيوت مباشر دلوقتي بقى سبستيتيوت ويز اكس ايكوال ماينس 3 ماينس 3 سكوير ايكوال 9 ماينس 3 تايمز ماينس 3 ايكوال بوزيتيف 9 بلس الكونستانت هنا 9 اوفر ماينس 3 ماينس 2 ايكوال ماينس 5 يبقى فوق عندي 27 over minus 5 دي فاينل ريزلت بتاعتي. يبقى اول مساله اتعاملنا معاها بالفاكتور. تعالوا نشوف ذا سكند اكزامبل هنعمل له فاكتورنج ازاي. لو نبص على السكند اكزامبل علشان ناخد حاجه ثانيه نعلى بقى على الفاكتورنج اكس كيوب بلس 2 اكس ماينس 3 over اكس باور 4 ماينس اكس باور 3 بلس اكس ماينس 1. لو نلاحظ هنا ان الفاكتورنج هنا مش هينفع. ليه؟ لان في سبيس في جاب في الباور في قفزه في الباور. ليه؟ اكس باور 3 وبعدها اكس باور 1 فين اكس باور 2؟ مكان اكس باور 2 مش موجود مفيش تبديل في التيرمز عندي بالباورز بتاعتها كذلك تحت في اكس باور 4 في اكس باور 3 مفيش اكس باور 2 وبعدين في اكس وبعدين في اكس باور لما تلاقي الباورز فيها سبيس كده او جاب في مفيش ترتيب كده في قفزه في الباورز يبقى دي بتتعمل لونج ديفيجن. لونج ديفيجن هي القسمه المطوله او القسمه التركيبيه لونج ديفيجن هنعملها مع بعض هنا هنعملها للنوميريتور والدينوميريتور هما الاثنين هنعملهم لونج ديفيجن علشان نعمل ايه منين؟ للزيرو فاكتور. طيب اعمل لونج ديفيجن على ايه؟ انا مش عارف اعمل لونج ديفيجن على ايه؟ هتعمل لونج ديفيجن على الزيرو فاكتور والزيرو فاكتور هعرفه منين؟ من الرقم اللي اكس ابروتش 2 انت الوهم دوت من اكس ابروتش 1 طبعا الدايركت سبستيتيوت هيطلع 0 اوفر 0 يعني احنا هنعمل سكيب للخطوه دي مش هنقعد نعوض شويه لان احنا عارفين ان هنا 0 اوفر 0 او انت في الامتحان ممكن تجربها في البدايه تعمل دايركت سبستيتيوت وتتاكد انها هتطلع 0 اوفر 0 تمام عشان ممكن من ضمن المالتيبل تشويسز عندك تكون ان الليمت دونت اكزيست وده ممكن يحصل لو الدايركت سبستيتيوت طلع نمبر اوفر 0 اندفايند فاليو ساعتها هحسبها تبقى الليمت دونت اكزيست انما هنا الدايركت سبستيتيوت هيطلع لنا 0 اوفر 0 عشان هي 0 اوفر 0 لازم نحذف ال 0 فاكتور. ال 0 فاكتور هنا هو اكس ماينس 1 احنا بندخل رقم ده جوه 0 اكس ماينس 1 فهعمل هنا لونج ديفيجن للنوميريتور وللدينوميريتور. اول حاجه تعالوا نشوف لونج ديفيجن في الناس هنعمل لونج ديفيجن بالكوفيشنز فقط بالمعادلات فقط تمام. هنا احنا قلنا ان الزيرو فاكتور هيبقى اكس ماينس 1 اكس ماينس 1 فهنا الاكس دوت الكوفيشنز بتاعه 1 والكونستنت هنا ماينس 1 دول الكوفيشنز. طيب الكوفيشنز بتوع الديفايزر يعني المقسوم الاكس باور 3 الكوفيشنز بتاعها 1 طب الاكس باور 2 الكوفيشنز بتاعها 0 لانها مش موجوده اصلا الاكس باور 1 الكوفيشنز بتاعها 2 والكونستانت ماينس 0
نعمل بقى لوب ريفيجن اللي خدناها قبل كده. انا بعمل ريفيجن اصلا خدنا لوب ريفيجن. هنعمل لوب ريفيجن بنعمل ديفايد باي النمبر بتاع النمبر 1 اوفر 1 ايكوال 1. لما نعمل مالتيبليكيتيف ل 1 دوت في 2 نمبرز دول 1 تايمز 1 ايكوال 1 1 تايمز 1 از 1 ايكوال ماينس 1. وبعدين بنعمل سبتراكشن طرح للفاليوز دول. طبعا في السبتراكشن الساينس اتغير هيبقى ماينس وده هيبقى بوزيتيف. ف 1 ماينس 1 دول هيبقوا 0 بلس 1 ايكوال 1. الفاليو نمبرز دول اللي هم 2 والماينس 3 واعيد الستبس تاني علشان اكمل اللوج فيجن بتاعتي. طيب تاني 1 اوفر 1 equal 1 هعمل multiplicative 1 times 1 equal 1 1 times minus 1 equal minus 1 هعمل subtraction تغيير الساينس يبقى ده يبقى minus وده هيبقى positive. 1 minus 1 هيبقى مع بعض 2 ده هيبقى positive. انا عايز 2 positive 1 2 plus 1 يدينا 3 وتنزل ال minus 3 ما انتهتش. هعمل الستبس تاني 3 تايمز 1 ايكوال 3 عملت ديفايدد. بعدين هعمل مالتيبيكيشن 3 تايمز 1 ايكوال 3 3 تايمز ماينس 1 ايكوال ماينس 3. طبعا عندي مالتيبيكيشن ده هي انتهت لان ده هيبقى ماينس وده هيبقى بوزيتيف فيكون 0. فين بقى المالتيبيكيتيف اديتني ايه؟ 1 1 3 ايه 1 1 3 ده كمان؟ دوت عباره عن الكونستانت دي 3 وال 1 دوت ده الكوفيشنت بتاع الاكس وال 1 دوت ده الكوفيشنت بتاع اكس سكوير. يبقى انا بحول النمبرز اللي بتقول دوت الى اكس على اعتبار ان اول واحد هو الكونستانت واللي بعده ده اكس بار 1 واللي بعده ده اكس بار 2 وهكذا. يعني افرض ده كان طلع 2 يبقى هتبقى ايه؟ 2 اكس. افرض ده كان طلع ماينس 4 يبقى هنا ماينس 4 اكس سكوير. يبقى انت بتزود النمبرز اللي على الجهه بتحولها الى اكس على اعتبار ان اول واحد هو الكونستانت اللي بعده اكس بار 1 واللي بعده اكس بار 2 كده. لما عملنا اللوج ديفيجن المقدار دوت مش هنكتبه على صفر. المقدار دوت هتحول هنا ال 2 فاكتورز دول ده اللي هو اكس سكوير بلس اكس بلس 3 وده اللي هو اصلا مين ده؟ ده الزيرو فاكتور اللي احنا مدخلينه هنا اللي احنا قسمنا عليه اللي هو اكس ماينس 1. دلوقتي عايزين نعمل لونج ديفيجن ثانيه للدينومينيتور اللي هو كمان في جاب في الباور في قفزه في الباور من اكس باور 3 اكس باور 1 في جاب هنا. فاحنا هنعمل له هو كمان لون ديفيجن. لون ديفيجن على مين؟ برضو على الزيرو فاكتور. فاحنا هنعمل طيب ناخد بالنا كده من اللون ديفيجن دلوقتي عملت لون ديفيجن للنوميريتور مره وللدينوميريتور لوحده بس هما الاثنين لما عملت لهم لون ديفيجن عملت لهم لون ديفيجن ديفايدد باي الزيرو فاكتور. الزيرو فاكتور عرفته منين؟ النمبر دوت اللي هو للاكس هتبقى اكس ماينس 1 فهو ده الزيرو فاكتور. تمام فهمت؟ اكس ماينس 1 هو الزيرو فاكتور. انا عملت لون ديفيجن ده النوميريتور ده البسط عملت له لون ديفيجن للكوفيشنز بتاعته اوفر اكس ماينس 1 ده اكس ماينس 1 ده اكس ماينس 1 بس بكتب الكوفيشنز بس. تمام وده اكس ماينس 1 بس بكتب الكوفيشنز بس عشان تسهل اللون ديفيجن عليا. طب ده مين ده؟ ده النوميريتور الاكس باور 4 الكوفيشنز بتاعها 1 الاكس باور 3 الكوفيشنز بتاعها ماينس 1 الاكس باور 2 مش موجوده فالكوفيشنز بتاعها 0 الاكس
power line مش بتاعها 1 الكونستانت مايفا. يبقى انا كاتب هنا الكوفيشنتس بس المعادلات مش كاتبها بالاكس. طيب تعالى ده دي اللونج ديفيجن بتاعت النوميريتور بقسم على الكومن على الزيرو فاكتور اللي هو اكس ماينس 1 ودوت هو النوميريتور اكس باور 3 الكوفيشنتس بتاعها 1 اكس باور 2 مش موجوده الكوفيشنتس بتاعها 0 اكس باور 1 الكوفيشنتس بتاعها 2 الكونستانت عباره عن ماينس 3 فانا كاتب هنا الكوفيشنتس فقط. وطبعا النوميريتور ديفيجن اللي احنا بنعملها بنعملها ازاي؟ 1 over 1 equal 1 1 times 1 equal 1 1 times minus 1 equal minus 1 بنعمل خط وبنعمل subtraction بنعمل طرح subtraction بيتم بالchanging في الساين الاشارات تتغير يبقى دوت هيبقى minus والminus 1 ده هيبقى positive دول اللي يدينهم خلاص كل مرة وماينس 1 بوز 1 ايكوال 0 وبعدين تنزل الكوفيشن زيرو وبعيد الستبس مره ثانيه لغايه ما تطلع زيرو في الاخر. عملت ده هنا عملت ده هنا هنا نتيجه 1 0 0 1 ايه 1 0 0 1 دول كوفيشنز هنحولهم احنا لزي ما كانوا في الاكس بالفاريبلز بتاعتهم رجع الفاريبل يبقى ال 1 ده الكونسبت الزيرو دوت هو الكوفيشنت بتاع اكس باور 1 ده الكوفيشنت بتاع اكس باور 2 يبقى مش اكس باور 2 ده الكوفيشنت بتاع اكس باور 3 يبقى في كوفيشنت 1 اكس باور 3 ايه بقى ده هنا ده معنى ايه 3 ده الكونستانت 1 ده كوفيشنت اكس 1 ده كوفيشنت اكس سكوير يبقى x سكوير بلس 3 بلس x بلس 3 كده نقدر نكتب الفاليوز النهائيه اللي نتجت من الجرام بالنسبه للنوميريتور الزيرو فاكتور فيه هو x ماينس 1 والكوشنت بتاع الجرام بالجرام اللي نتج من هذه القسمه هو x سكوير بلس x بلس 3 النوميريتور. اما الدينوميريتور فالزيرو فاكتور نفس اللي قسمنا عليه النوميريتور هو x ماينس 1 والكوشنت بتاعه او خلي القسمه يعني هو x باور 3 بلس 1 واضح جدا ان الزيرو فاكتور هنعمله سمبليفاي هنا الينيشن من النوميريتور للنوميريتور فيقدر عندنا اكس سكوير بلس اكس بلس 3 اوفر اكس سكوير بلس 1 لما الاكس ابروتش 2 1 ونعمل دايركت سبستيتيوت القيمه النهائيه 1 plus 1 plus 3 over 1 plus 1 equal 5 over 2 limit square root 2 x plus 1 minus 3 over x square minus 16 وال x approach 24 طبعا احنا هنا لو عملنا direct substitute هيدينا 0 over 0 وجود ال square root بيوحينا بفكرة الضرب في conjugate اللي هو المرافقة فعشان هنا نخلص من root دوت اللي فوق هنضرب في conjugate لو نفتكر مع بعض الكونجيليت عباره عن ايه؟ الكونجيليت عباره عن الفاليو نفسها بس بنعمل تشينج في الساين اللي ما بين الروت وما بين النمبر دوت تمام؟ يبقى الكونجيليت اللي هنضرب فيه هنا هو 2x بلس 1 بلس
3 بدل ماينس 3. وتحت طبعا بندور في نفس التانجنت عشان الفاليو ما تتغيرش بتاعت الاكزامبل سكوير روت 2x بلس 1 بلس 3. لما بنضرب في التانجنت ناخد بالنا كده ايه هنعمل بعد ضرب في التانجنت بنضرب الفاليو دي الفاليو دي هي الفاليو اللي تحت السكوير روت. لما السكوير روت يتضرب في السكوير روت بيروح السكوير روت وبتفضل الفاليو اللي جوه. يبقى لو احنا بنضرب في ده هيدينا 2x بلس 1 بيروح السكوير روت. أما الجزء دوت لما يتضرب في الجزء دوت ماينس 3 بلس 3 يكوال ماينس 9. أما تحت لو احنا نزلنا تحت نلاقي إن الدينوميتور هنا ممكن نعمله فاكتورينج. الديفرنس بين 2 سكوير فاليوز فرق بين مربعين. يبقى ممكن نعمل فاكتورينج لده x ماينس 4 x بلس 4 ونزل الكونجيجيت اللي احنا ضربنا فيه تحت زي ما هو اللي هو سكوير روت 2x بلس 1 بلس 3. لو نلاحظ هنا فوق ممكن نعمل 1 ماينس 1 ماينس 9. 1 ماينس 9 هيدينا ايه؟ هيدينا ماينس 8. الماينس 8 دي ممكن طيب هنعمل هنا كومن فاكتور. طبعا انا عايز احسب عايزين نعمل سمبليفاي للزيرو فاكتور. عشان اعمل سمبليفاي للزيرو فاكتور اللي هو اكس ماينس 4 طبعا هتكون من البدايه اكس ماينس 4 هعمل كومن فاكتور يمين دول 2x ماينس 8. ممكن اعمل كومن فاكتور اخد كام كومن فاكتور؟ اخد 2 يفضل لي x ماينس 4. يبقى 2x ماينس 8 كمان هتكون فاكتور فبقى 2r x ماينس 4. هنعمل سمبليفاين للزيرو فاكتور اهو قدامنا x ماينس 4 مع x ماينس 4 فهيفضل لي 4 كونستانت 2. اما تحت فاضل لي x بلس 4 تايمز سكوير روت 2x بلس 1 بلس 3. طبعا بعد ما عملت سمبليفاين عملت اليمينيت الزيرو فاكتور اعمل دايركت سبستيتيوت في الفاليو النهائيه. اعمل دايركت سبستيتيوت بكام؟ بالنمبر اللي اكس ابروتش تو هو 4. كده نعمل دايركت سبستيتيوت طبعا 4 2 ده كونستانت 4 بلس 4 ايكوال 8 تايمز 2 تايمز 4 ايكوال 8 بلس 1 ايكوال 9 سكوير روت 2 9 ايكوال 3 3 بلس 3 equal 6. Now we simplify over 2 equals 3 over 2 equal 1. You have 1 over 2. 1 over 2. Time to show example. 10. Minus 128 over 5h when h approaches to 0. ده اللي فكرنا باللوم او السيولوجي بتاعت الليمت اللي هي الفورمولا بتاعتها ليمت x باور n minus a باور n over x باور m minus a باور m when x approach to a equal لما يكون الليمت على الشكل دوت زي ما قلنا قبل كده مش لازم الاكس يكون x فقط ممكن تبقى مقدار كبير بس المهم ان اللي فوق تبقى زي اللي تحت والاي هنا تبقى زي الاي هنا كل ما بينهم ماينس يكون الباور اللي فوق ايكوالنت والباور اللي تحت ايكوالنت. ده هيدينا n over m times u times a باور n minus n. يبقى لو انا قدرت اوصل الليمت بتاعتي للشكل السيري دوت او الفورمولا دي تبقى الليمت بتاعتي m اللي هو الباور اللي فوق over n اللي هو الباور اللي تحت times a باور n minus n.
الفورمولا اللي انا كتبت اللي هي السيوم. طيب عندي هنا الليمت نمبر 4 ليمت 2 بلس 3 اتش باور 7 ماينس. فدام انها باور 7 يبقى لازم الفاليو اللي عندي هي كمان تكون باور 7. دي كام؟ 128 equal 2 power 7. تمام؟ انا بحاول اخلي 128 number power 7. طبعا 128 2 power 7. طب وتحت عندي 5 اتش. ازاي ال 5 اتش دي؟ 5 اتش توصل لقيمة الفاليو دي وهنا يبقى معايا فاليو دي معايا يبقى الـ A من الـ X. طب اعمل ايه؟ أول حاجة الـ 5 دي أخدها كومن فاكتور بره الـ A الأصلي.
السبب. طيب هنا فور تاخذ كومن فاكتور، تاخذ كم كومن فاكتور من 48 و3 تاخذ 3 كومن فاكتور، يبقى هذا 3 كومن فاكتور هيفضل لي اكس باور 4 ماينس دي لما هاخد منها 3 كومن فاكتور هتبقى 16. وال 16 في حرف ذاتها هخليها 2 over 4 عشان يبقى الباور هنا متساوي واوصل للفورمولا بتاع اللوب. تعالوا ننزل تحت هناخد كومن فاكتور، هاخد 2x كومن فاكتور، 2x كومن فاكتور، والكومن فاكتور ده لما 2x هيفضل لي ايه؟ هنا هيفضل لي x باور 3 بلس، وهنا لما اخد 2x كومن فاكتور هيفضل لي 8. وده نوع في مشكله، نوع في مشكله ان الساين ده هنا بوزيتيف والفورميلا اصلا بتقول نيجاتيف، فهنعمل ايه؟ هنخلي النيجاتيف البوزيتيف دي نيجاتيف نيجاتيف 8، وال 8 في حد ذاتها النيجاتيف 8 في حد ذاتها هنخليها نيجاتيف 2 باور 3 عشان نوصل لشكل الفورميلا بتاعتنا. اما النمبر اللي فوق عشان نتوافق مع دي ال 2 دي هنخليها ماينس 2 وكده ما غيرناش القيمه، لان ماينس 2 اوفر 4 هترجع 2 زي ما هي تبقى بوزيتيف، وماينس 2 اوفر 3 تبقى ماينس 8 اللي هي كانت موجوده اصلا. يبقى احنا ما غيرناش في الفاليو ولكن غيرنا في الشكل عشان نوصل لشكل الفورمولا بتاعتنا. دلوقتي نقدر الكون فاكتور ده نطلعه بره الليمت، تمام؟ طلعه بره الليمت يبقى هتبقى 3 تايم 2x، وبعدين الليمت اللي وصلناها لشكل اللوب x باور 4 ماينس ماينس 2 باور 4 وتحت x باور 3 ماينس ماينس 2 باور 3 قبل ما بقت واضحه اللي هي بقت على شكل القمر. هنا هنفرض ان الليمت دي هي ليمت لوحدها، دي ليمت مضروبه في الليمت اللي هنستخدم فيها اللوب، وهنا اكس ابروتش تو نفس النمبر اللي هنا ماينس 2، وهنا اكس ابروتش تو ماينس 2. طبعا دي اللوب، الجزء ده من الليمت هو قسمنا الليمت الى تو ليمت، الجزء ده من الليمت طبق اللوب فيه اللي هو ايه اللوب؟ ان اوفر ام تايمز A باور N ماينس N، يبقى N أوفر N اللي هي 4 أوفر 6 تايمز A اللي هنا هي A ماينس 2 تايمز N ماينس N 4 ماينس 3 إيكوال 1. كل ده بقى هيضرب في ايه؟ هيضرب في ناتج الليمت الأولانية اللي بتضيق السبستيتيوت هي ايه؟ يبقى لو عوضت عن اكس بكام؟ ماينس 2 هيدي لك 3 اوفر 2 تايمز ماينس 2 هيدي لك 3 اوفر ماينس 4. الفاينل ريزلت ان 4 هتروح مع ال 4 يبقى ماينس 1 وال 3 هتروح مع ال 3 يبقى ماينس تايمز ماينس 2. الفاينل ريزلت تمام؟ تعالوا ناخد اكس ابروتش تو انفينيتي. طبعا دي مسائل خاصه مش بنفس الطريقه اللي فاتت، ليها طريقه خاصه بيها. لما اكس ابروتش تو انفينيتي بنقسم النوميريتور والدينومينيتور على الجريتست باور في الدينومينيتور، يعني بنقسم على اكبر باور في الدينومينيتور. اشوف في الدينومينيتور اكس باور كام اكبر واحده؟ اكس باور 5، اقسم الاثنين على اكس باور 5. اكس باور 3 اكبر واحده، اقسم الاثنين على اكس باور 3. وناخد بالنا ان يعني في الانفينيتي ان اكس ابروش الانفينيتي يكون عندي فوق باور وتحت باور اعلى منه يبقى ليا ابروش تو زيرو. لو الباور اللي فوق اعلى من الباور اللي تحت يبقى دي ابروش تو انفينيتي. لو الباور اللي فوق ايكوالفنت مع الباور اللي تحت
يبقى دي approach إلى كل الشمس. 1 over 1 equal 1 من دول equal مع بعض. يبقى الـ 3 cases دول ناخد بالنا منها. لو الباور اللي تحت أعلى الليمت equal 0 أنا بتكلم عن infinity والX approach infinity. الباور اللي فوق أعلى يبقى دي approach to infinity. التو باورز متساويين equivalent مع بعض يبقى دي approach to the number اللي هيطلع من الديفيجن بتاع الكوفيشنت. تعالوا نشوف الاكزامبل اللي جاي بيقول لي limit 4x minus 3 تحت square root 2x square 4x square plus 25 من x approach to infinity. طبعا الأول ما شفنا الانفينيتي يبقى احنا هنعمل divided by the greatest power in the denominator. الدنوميتر هنا ايه greatest power فيه؟ مش x power 2 x power 1. ليه؟ x power 2 في الدنوميتر قاعده جوه square root x باور 2 جوه سكوير روت تبقى x باور 1. يبقى اعلى باور اعلى باور في الدينومينيتور هنا هو x باور 1. يبقى احنا هنعمل divided by x باور 1 تحت يعني divided by x باور 1 تحت وفوق تحت. طب ازاي x باور 1 تحت؟ x باور 1 تحت لما تدخل جوه السكوير روت هتبقى x باور 2. يبقى x باور 1 لما تدخل جوه سكوير روت تبقى x باور 2، لما تدخل جوه كيوبيك روت تبقى x باور 3 وهكذا. تلون بتلون الروت نفسه. تمام؟ يلا نعمل الفرق. هنا هنقسم على x باور 1 وهنا هنقسم على x باور 1. نيجي تحت بعدين نقسم على x باور 1 بس جوه سكوير روت. وهنا هنقسم على x باور 2 وهنا هنقسم على x باور 2 ودلوقتي نشوف كل فاليو من دول هتبقى ايه على حسب الباور مين فيهم اعلى. انا الباور مين فيهم اعلى الكوادرنت يدينا الكوفيشنت. الباور مين فيهم اعلى الدينومينيتور اللي تحت لان فوق الكونستانت باور زيرو يبقى زيرو. هنا جوه السكوير روت مين الباور الاعلى؟ equivalent يبقى الكوفيشنت. مين الباور الاعلى؟ الدينومينيتور يبقى 0 يبقى فوق 1 وتحت سكوير روت 4 اللي هي 2 يبقى فاينل ريزلت هنا 1 over 2. تعالوا نشوف الاكزامبل الثاني. limit x square and so the cube ax cube plus 2x square plus 1 over 2x cube minus 3 equal 3. يعني هو بيقول ان الليمت دي من x approach to infinity القيمه بتاعتها كام؟ ب 3. ما عايز ينتهي عايز تنت الكوفيشنت ايه؟ طب انا هلاقي السرير دي واقول لك اتعامل مع الليمت دي زي ما بتتعامل مع الليمت اللي فيها الاكس ابروتش تو انفينيتي. بنعمل ايه؟ بنعمل ديفايدد باي ذا جريتست باور ان ذا دينومينيتور. هنعمل قسمه على اكبر باور في الدينومينيتور اللي واضح هنا ان هو اكس باور 7. فلما هنيجي نعمل الليمت دي اعملها على الروت خلاص. انا قسمت على الجريتست باور في الدينومينيتور اللي هو اكس باور 3 فهتبقى هنا اقسم ايه على اكس ايه على اكس باور 3 تفضل ايه؟ يبقى الكوفيشنت لانهم ايكوالنت. هنا اقسم ايه على اكس باور 3 هتبقى 0 لان اكس باور 3 اللي تحت اكبر من فوق. هنا اقسم ايه على اكس باور 3 هتبقى 0 اللي تحت اعلى.
هنا نقسم على x باور 3 الكوفيشنت اللي هو 2 هنا نقسم على x باور 3 هيبقى ب 0 لان النيوميتور اعلى يبقى اذا اللي فضل معانا هنا كل طبعا ال 0 دي ما لهاش قيمه يبقى الفاينل ريزلت للليمت هي a اوفر 2 طب ال a اوفر 2 دي يعني ظهرت معانا قيمه الليمت نساويها بمين؟ بالفاليو اللي هو اهل الليمت اصلا اللي هي 3 وبنعمل كروس مالتيبليكيشن علشان نجيب قيمتين a لان a will equal 2 times 3 equal 6 تمام؟ طيب تعالى نشوف مجموعة تانية ومن الاكزامبلز على افكار تانية طيب دلوقتي هننتقل لجزئية تانية ونوعية تانية خالص من المسائل الجزئية دي مهمة جدا وافكارها كتير خالص اللي هي limit of trigonometric function limit of trigonometric function اللي هي النهايات بتاعت الطرق الاساسيه ساين كوساين والتان والكوسيك والسيك المطلوبات يعني كوتان طيب نشوف اول حاجه اللوز الاساسيه اللي بتحكم الترجمتريك فانكشنز بالليمت وازاي هنعدل المساله بتاعتنا زي موضوع الليمت ثيوريم نظريه النهايات ان احنا بنعدل الفورمولا اللي قدامنا بحيث تتوافق مع الفورمولا اللي احنا دارسينها او الشكل اللي احنا دارسينه فانت عندك في الليمت اوف تريجونومتريك فانكشنز انت عندك لو اساسيه بس مش هتجي لك ببساطه لو اساسيه لازم تبقى انت في حاجه بتعملها تستعدل الشكل بتاعك لشكل لو اساسي تعالوا ناخد اللوز الاساسيه اللي بنخليها اولا ساين طبعا لو انا عملت دايركت سبستيتوت فساين 0 ب 0 اوفر 0 هيديني انديترمنت فاليو انا سبيسفاي فالشغل او اللون هنا لما اشوف ساين اكس اوفر اكس من اكس ابروش تو 0 دي ايكوال 1 ومش معنى ان لازم هنا اكس ولازم تحت اكس لا لازم الفاليو اللي فوق تبقى زي الفاليو اللي تحت يعني ساين 2x سكوير بلس x ماينس 1 اوفر 2x سكوير بلس x ماينس 1 وال x ابروتش تو 0 1 ليه 1؟ لان الفاليو اللي بعد الساين حتى لو كانت كبيره زي الفاليو اللي في الدينومينيتور هيبقى 1 يبقى مش لازم x يعني هناخد بالنا من الملحوظة دي جدا طيب افرض حطيت كوفيشنز حطيت هنا كوفيشنز 2 تبقى الإجابة 2 طب حطيت فوق كوفيشنز 2 تحت 3 تبقى الإجابة 2 أوفر 3 وهكذا أي كوفيشنز بتضاف هنا وهنا هتنزل في الريزلت النهائي طب افرض عملت كده أول ما أنت كده ساين square 2x sin square 2x over x sin square دي كأنها square للفاليو كلها تمام؟ لأن في square من الايه؟ الفاليو كلها لو قسمت هنا على x square انا هدخل اكس معاها في السكوير ويبقى اول سكوير الفاينل ريزلت هيبقى ايه بقى؟ 4 ليه؟ لان من غير السكوير ساين 2 اكس اوفر اكس ايكوال 2 يبقى قيمه الليمت هي 2 يدخل السكوير بقى يخليها 4 وده طبعا غير دي ساين اكس سكوير ساين 2 اكس سكوير اوفر اكس سكوير دي كام بقى؟ دي ب 2 بس مش ب 4 ليه؟ لان السكوير اللي هنا مش على الساين فما اقدرش اقول اوفر سكوير السكوير هنا على الاكس فقط وده هيخلي ايه الفاليو اللي فوق زي الفاليو اللي تحت بس
بتنتش على الانتجريت الفانكشن نفسها. جميل؟ طيب مين تاني بتختار للدول الاول؟ التانك يعني ليميت تان اكس اوفر اكس والاكس ابروتش تو زيرو ايكوال 1. وطبعا كل الكلام نفس ساين ينطبق معك بإضافة الكوفيشنس أو إضافة السكوير أو الكلام ده كله. طبعا الكوساين ما بتخطرش اللي هو دوت يعني ليميت كوساين اكس اوفر اكس من اكس ابروتش تو زيرو مش 1 هم نوت اكزيست نوت اكزيست. طب اشمعنى يعني نوت اكزيست مع الكوساين؟ لان لو عملت هنا دايركت سبستيتيوت كوساين 0 و1 مش 0 يبقى كوساين 0 ايكوال 1 اوفر الاكس او 0 تبقى 1 اوفر 0 وتبقى undefined value والليميت دونت اكزيست يبقى دي دونت اكزيست او undefined value undefined غير 1 غلط. طب ايه بقى مفيش لون الكوساين اللون بتاع الكوساين على الشكل الاول ليميت انا اسف 1 معلش صورت نفسي ليميت 1 ماينس كوساين اكس اوفر اكس من اكس ابروتش تو زيرو دي طبعا بالدايركت سبستيتيوت تدي 0 اوفر 0 لان كوساين 0 هو 1 1 ماينس 1 هو 0 والاكس تحت 0 تبقى انديترمنت فاليو والانديترمنت فاليو لازم يبقى لها 0 في اللون واللون هنا بيقول ان القيمه دي ب 0 في ليميت تانك الكوساين حضرتك دلوقتي ليميت 1 ماينس كوساين اكس اوفر اكس سكوير والاكس ابروتش اكس سكوير يبقى الفرق اللي يقعد عند روحك اللي تحت الاكس بتاع السكوير دوت بهاف دوت بهاف واحنا ممكن نعمل لها بروفي نعمل لها اثبات هي 1 ماينس كوساين اكس اوفر اكس سكوير بهاف ليش جات ازاي؟ ايه اللي جاب الهاف؟ طبعا احنا خدنا في التريجونومتريك انتيتيز في الـ في الـ في جريد 10 التريجونومتريك انتيتيز وكان في واحده منهم بتقول ان كوساين اكس ايكوال 1 ماينس انا اسف ايكوال 2 كوساين سكوير اكس ماينس 1 كمان بتساوي 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس من اكس اوفر 2 اس الهاف بتاع الزاويه وكمان بتساوي كوساين سكوير اكس اوفر 2 ماينس ساين سكوير اكس اوفر 2 كل دول كوساين اكس احنا ممكن ناخد فاليو من دول ونعملها سبستيتيوت مكان الكوساين اكس انا اثبتها عمليه تطلع بهاف الزاويه خلينا نقول ليميت ان 1 ودي ماينس عشان دي اللي هي كوساين اكس هنحط مكانها مين احط مكانها الفاليو دي اللي هي 1 minus sine square x over 2 وتحت هنا x square. طبعا الماينس ده لما تعمله distribution هيخلي دي ماينس ويخلي دي بلس فال1 يروح مع الماينس فيكتب لك ايه؟ sine square x over 2 over اكس سكوير. طب دي هنعملها ازاي بقى؟ اكس ابروتش تو زيرو نرجع للنون دوت اللون الاصلي اللون الاصلي اللي في
الساين هنا بيدي 1 بس اللون الاصلي انت قلت يا مستر ان لازم الفاليو دي تبقى زي الفاليو دي خلاص يا سيدي يبقى احنا عايزين نخلي الاكس دي تبقى اكس اوفر 2 نروح قاسمينها كلها على كام باور 2 اوفر 4 هتبقى اكس اوفر 2 اول سكوير تمام والفور اللي قسمنا على تحت هتيجي من 2 باور 2 طب الفور اللي قسمنا على تحت ايه الفور اللي قسمنا على تحت المفروض نعمل ايه نقسم عليها 4 باور 2 صحيح احنا ما ينفعش نقسم على 4 يكون وضعها تمام يبقى الفور اللي قسمنا عليها هنا هنقسم عليها فوق برضو نخليها 1 اوفر 4 وممكن نطلعها بره دي اصلا تمام يبقى 1 اوفر 4 بره دي اصلا وهنا هتبقى ليميت sin x over 2 over x over 2 all square تدينا كام هتدينا 1 تدينا 1 تمام تمام فاحنا هنا هنعوض عن كوزين x بالفاليو دي هتبقى 1 ماينس نشيل كوزين x ونحط مكانها 1 ماينس 2 sin squared x over 2 over x squared الماينس ده هنعمله distribution توزيع هنخلي دي ماينس ونخلي دي بوزيتيف فيروح الماينس 1 مع البوزيتيف 1 ويبقى لي 4 2 sin squared x over 2 وتحت x squared علشان x squared تبقى زي اللي فوق عشان الفاليو اللي هنا تبقى هي هي واستخدم قانون الساين هعمل ايه في الاكس سكوير دي عايز اخليها اكس اوفر 2 هخليها اكس اوفر 2 اول سكوير انا كده قسمت على كام مش 2 قسمت على 4 لان 2 مالها سكوير يبقى انت قسمت الدينومينيتور على 4 يبقى لازم تقسم النوميريتور على 4 برضه عشان الفاليو ما تبقاش طب اقسم النوميريتور فوق على 4 هتبقى دي 10 تمام وكده دي وصلت لشكل اللوب دي ساين سكوير اكس اوفر 2 اوفر اكس اوفر 2 اول سكوير يبقى دي كلها اول سكوير يعني الفاليو اللي هتطلع 1 هتطلع 1 وال1 لما يكسب سكوير هيبقى سكوير هيبقى 1 يتضرب في مين ال1 دوت في الهاف اللي هنا هتديني فاينل ريزلت ايه؟ بهاف ده يعني بيريف للنوزل والجيمنج مش عارف كده ازاي ادي الدرايفنج بتاعه تعالوا نروح للمسائل التانيه ادي الجزء يعني كلها اللي بتحكم التريجونومتريك فانكشن الليميتس تعالوا نشوف ذا فيرست اكزامبل هو نمبر 8 يعني
اتش 2 0. طبعا الدايركت سبستيتيوت هيدينا 0 اوفر 0 تبقى انديترمنت فاليو. لكن احنا هنتصرف ازاي؟ ال 1 اوفر كوزين عايزها دينومينيتور كام عشان توصل شكل اللون؟ محتاجها اكس. والساين تو اكس عايزها دينومينيتور كام عشان توصل لشكل اللون؟ محتاجها اكس. سيتا يعني للاسف سيتا او اكس حسب مين ابروتشر. يبقى احنا نعمل ايه؟ نعمل ديفايد باي اكس فوق وتحت عشان نوصل فوق بشكل اللون ونوصل تحت بشكل اللون. بمعنى هنعمل ديفايد باي سيتا فوق للنومريتور وديفايد باي سيتا تحت للنومريتور. هيبقى البروشر تكبيره فوق 1 ماينس كوساين سيتا اوفر سيتا. وده يعني شكل اللون كأن الدنيا بقت ليمت لوحدها فيها السيتا ابروتش تو زيرو وتحت ساين 2 سيتا. نعمل لها هي كمان ديفايد باي سيتا. وخدوا بالكم انا كده ما غيرتش الفاليو بتاعت الاكزامبل لان مش مسموح لي اغير الفاليو. مش مسموح لي اقسم فوق وما اقسمش تحت. انا اقسم فوق divided by theta and the denominator divided by theta then I don't change the value of the example. الفاليو هي هي قسمت فوق على 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 فاليو قسمت تحت على نفس الفاليو. غيرت الشكل مش عارف غيرت الفاليو. يبقى اذا تحت هيدينا sin 2 theta over theta ودي كانها ليمت منفصله من سيتا ابروتش نفس النمبر دي. طيب كل واحده في دول وصلت لشكل اللون بتاعها. دي اللون بتاعها يدي ايه؟ بي في زيرو. استخدمنا اللوز كلها 1 ماينس كوساين سيتا اوفر اكس ايكوال زيرو والاكس ابروتش زيرو. ودي هي اللون بتاعها بيدي ايه؟ ادي ايه كام دي؟ ادي 2. ليه؟ من غير التو دي اللي هو الوان كوساين وجود الكوفيشنت لو هاخد دي 2. طيب 0 اوفر 2 ايكوال 0 مش هنديفاين. ده هنديفاين لما يكون 0 من تحت وفوق نمبر. انما 0 اوفر اني نمبر استثناء 0 ايكوال 0 وتبقى الليمت الاولانيه هي 0. تعالوا نشوف الليمت الثاني نمبر 9 ليمت sin x minus 1 over x squared plus x minus 2 when x approach 2 1. بسيطة مش عارف. إيه إزاي هنا في x minus 1 وتحت مش نفس الفاليو اللي فوق؟ ما أنت هتعمل فاكتورينج للدينومينيتور ولما يحصل الفاكتورينج قوس من الفاكتورينج بتاعك هيبقى متشابه مع ده وكده يحققوا شكل اللو بتاع الساين. تعالى نعمل فوق هتفضل زي ما هي ساين اكس ماينس تحت هنعمل فاكتورينج من اكس سكوير بلس اكس ماينس 2 فاكتورينج على اكس اكس sin ka minus to power minus one positive 2 times 1 the greatest number yeah the sin ka to the mid term you say 2 t the positive or 1 e the negative or كده اصبحوا دول مع بعض ياخدوا شكل دول اللي هو sin x minus 1 وتحت x minus 1 يبقى اللو بيقول ان الليمت بتطلع 1. قال طب الجزء دوت اتعمل في ليمت لوحده. يعني هنقسم ديت ل 2 ليمتس. الليمت الاولانيه تاخد اللو ساين اكس ماينس 1 اوفر اكس ماينس 1 من اكس ابروتش تو 1 يعني اكس ماينس 1 ابروتش تو 0. والليمت ديت كام؟ الليمت ديت هو. طب الليمت الثانية الليمت دي
من اللود بتاع الساين equal 1. واحد يقول استنى اللود بتاع الساين بيقول ان x المفروض approach to 0. ازاي ان x approach to 1؟ هو مش لازم ان x approach to 0. القيمة اللي بعد الساين اللي هي موضوع بحث هي اللي المفروض تكون approach to 0. لو القيمة دي هي x يبقى x approach to 0. طب القيمة دي كام؟ x minus 1 يبقى x minus 1 approach to 0. ودي اللي جه منها لما بدي 1 الناحية التانية ان x approach to 1 وهي هي 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 القيمة اللي ما بعد الساين approach to 0. يبقى دي اللي هو بيقول انها هتطلع 1. طيب من اللي بدي هتطلع كام؟ بتطلع كام ازاي؟ بالدايركت سبستيوت. ما لهاش لود دي دايركت سبستيوت وذ x equal 1 يبقى 1 over 3. يبقى 1 over 3 times 1 equal 1 over 3. تمام؟ احنا فكرتنا هنا ان احنا قسمنا الليمت الى 2 ليمتس. واحده فيهم استخدمنا اللو بتاع الساين والجزء الثاني استخدمنا فيه دايركت سبستيوت. حتى دي بتكون مكتوبه مثلا. تعال نشوف نظرة صامتة. Number 10. The last example. Limit. X approach to 0. Limit. X sine 2x plus sine squared 2x over tan squared 3x. بس x سكوير في هنا فاليو لو قسمنا عليها الدينومينيتور والنوميريتور كلهم هيوصلوا بشكل اللوب بتاعها. في فاليو قسمنا عليها يعني الساين دي لازم لها ايه دينومينيتور عشان توصل بشكل اللوب؟ الف لها اكس يبقى دي لازم لها اكس ودي لازم لها اكس. خلاص يبقى نقسم على اكس بس في اكس ثانيه هنا عايز نطلعها يبقى نقسم على x سكوير. نقسم النوميريتور بالكامل على x سكوير والدينوميريتور هو كمان نقسمه على x سكوير. تخيل معايا دي لما تنقسم على x سكوير x سكوير x منهم دي معنى هتدي 1 والx الثانيه من x سكوير تنقسم منها هتدي اللوب. يبقى احنا هنعمل ديفايد باي x سكوير النوميريتور والنوميريتور بس بقالي هي طريقه واحده واحده. انا قاسم على اكس سكوير اكس منهم مع اكس دي تبقى 1 واكس منهم بتعمل اللوب هنا هتخليها ساين 2 اكس اوفر اكس. انا كده قسمت على كام؟ قسمت على اكس سكوير بس في اكس منهم راحت مع الاكس دي والاكس الثانيه عملت اللوب قسمت. طب اقسم لي دي كمان على اكس سكوير هي اصلا ساين ايه؟ ساين سكوير. فلما تقسمها على اكس سكوير تبقى ساين سكوير 2 اكس اوفر اكس سكوير. مش معنى هنا اكس هنا اكس سكوير وانت قاسمهم على اكس سكوير لان في الترم الاول كان في اصلا اكس راحت مع اكس واحده. تمام؟ يبقى دي وصلت بشكل لوب ودي كمان وصلت بشكل لوب. انزل تحت في الدينومينيتور وارسم كمان على اكس سكوير. نقسم هنا على x سكوير توصل بشكل اللوب ونقسم هنا على x سكوير تخلي تبقى 1. صح يبقى هنا دي هتبقى 1 اللي هي x سكوير دي لما بتقسم على x سكوير بتاعتنا. اما دي لما هنقسمها على x سكوير هتوصل بشكل اللوب وتبقى tan سكوير 3x over x سكوير وكده كل رقم يخضعه الى شكل. تمام؟ طيب واحده واحده كده نجيب الفاليو دي من هنا. دي اللو بتدي كام؟ برافو عليكم. اللو بتاع الساين دي 2 بيكون في الشمس. دي اللو بتدي كام؟
4 لاني سكوير هنا على التريجونومتريك فانكشن نفسها تمام. يبقى هنا الرقم ده 4 يبقى 4 الجزئيه يدي كام؟ انه فعلا يدي 9. ليه 9؟ لان السكوير على التريجونومتريك نفسها فالسيدي لا يصبح سكوير. هو امتى بتنزل السرير من السرير يعني؟ لو كان السكوير دوت على اكس بس تمام؟ او دوت ده مش محتاج له اصلا، ده كونستانت اللي جاي من اسم الاكس سكوير على اكس سكوير. ادانا 1 يبقى 4 6 اوفر 10 ايكوال 3 اوفر 5 ذا فاينل ريزلت. اتمنى